أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامج مساء وصباح. زي ما نوهت لحضراتكم إن حلقة النهاردة تحت عنوان صاحبة العصمة. أرحب معاكم الأول بأستاذة ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومحاكم الجنايات والأسرة وعضو اتحاد المحامين العرب. أستاذة ولاء أهلا ومرحبا بيكي. أهلا بيكي ومبروك للبرنامج، وإن شاء الله يبقى برنامج موفق كده بإذن الله. الله. نورانا النهاردة والله. ده نوركم أنتوا ونور القناة كلها. ربنا يخليكي. في مفهوم خاطئ عند بعض الناس إنه لما بتكون العصمة في إيد الزوجة بتبقى هي المتحكمة الوحيدة في الطلاق، وده شفناه في الفيلم الكوميدي بتاع الفنان الراحل إسماعيل ياسين وهو بيترجى تحية كاريوكا إن هي تطلقه. فإحنا عايزين نصحح المفهوم ده عند بعض الناس مش كل الناس. خلينا نقول إن الدراما بتلعب دور كبير جدا، بس دور يعني ما نقدرش نقول إن هو الحقيقة البحتة الموجودة في المجتمع. بيبقى فيه سنس يعني زي ما تقولي رفاهية شوية، كوميديا، موضوع يتاخد بشكل درامي بحت، ولكن هو في حقيقة الأمر بالنسبة لعقد الزواج، عقد النكاح أصلا في يد الرجل. يعني الرجل في الأصل هو أصلا اللي من حقه يطلق، يروح للمأذون وبيطلق في أي وقت، طلاق سواء غيابي أو طلاق على الإبراء في وجود الزوجة مع المأذون يعني. ده الأصل تمام. ممكن بقى يتحط بند في عقد الزواج إن من حق الزوجة إن هي تطلق نفسها، وده لا يمنع إن الزوج يطلق برضه. يعني كون وجود شرط صريح في عقد الزواج في خانة الشروط ان الزوجة من حقها ان هي تطلق نفسها، ده لا يمنع ان الزوج يروح يطلق برضه. يعني ده مش معناه يروح يرفع دعوى طلاق او يرفع دعوى خلع علشان يتطلق. ده مش معناه كده. الزوجة بتطلق نفسها منه، بتطلق نفسها، يعني بتروح للمأذون. أيوة. وتقول انا طلقت نفسي منك. اوكي. من غير ما تسلبه حقه في ان هو كمان يقول لها انت طالق. لا خالص، من حقه يطلق وهي من حقها ان هي تطلق نفسها. اوكي تمام. طبعا في بعض الفقهاء أجازوا أنه الزوجة تشترط في عقد الزواج أنه يكون من حقها تطليق نفسها، مستندين في ده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلمين عند شروطهم. البعض الثاني ما أجاز للزوجة أن هي تحط الشرط ده علشان ما فيش دليل من قرآن أو سنة يديها نصا يديها الحق بكده. القانون هنا رأيه إيه؟ ان قانونا العقد شريعة المتعاقدين تمام، ما اقدرش اتكلم في حاجة دينية لان ده بيبقى منوط بيه دار الافتاء المصري. فقهي اكثر من قانوني. مسائل الزواج والطلاق، وهل الطلقة دي تقع ام لا تقع، طلاق السكران، طلاق اللي هو تحت التهديد، كل طلاق تحت الاكراه، دي كلها حاجات تخص دار الافتاء. بيبقى الشخص بيروح دار الافتاء وبيقعد مع شيخ وبيقول له انا حصل كذا، طلقة كانت تحت تهديد، كانت ما كنتش في وعي، كان كذا كان كذا. فهنا الشيخ في دار الافتاء بيفتي وبيقول هل ده ينفع يقع طلاق ام لا. ده بعد ما بيقعد معاهم وبيسمع منه وبيسمع منها بياخدوا الاسامي وبينادي عليهم، وبيبقى في وجود الطرفين، وموضوع في السرية جدا، ويبقى في شيخ منوط بكل حالة ويقعد ويسمعهم وكل حاجة. ده بالنسبة للأمور الشرعية. طب لو أنا جيت أتكلم عن الشق القانوني، أنا عندي وثيقة زواج خلاص بيتوافر فيها شروط الزواج، اللي هي الإيجاب والقبول، اللي هي وجود ولي، اللي هي شاهدي عدل، يعني إن الزوجة يبقى في إرادة، يبقى في يعني الحاجات الشروط الأساسية، الإشهار، وده ركن أساسي من أركان الزواج. فدي كلها متى توافرت أركان الزواج بيبقى العقد صحيح خلاص. ادي هنا العقد صحيح. ممكن استاذنك استوقف حضرتك هنا في نقطه الوجود الولي. احيانا في بنات بتتولد بعد فتره بتتيتم، الام والاب بيموتوا وما بقاش في اهل. مثلا زوج وزوجه راحوا منطقه جديده اتجوزوا فيها وخلفوا، وبعد فتره ماتوا والبنت بقت لوحدها في المنطقه دي وتربت وكبرت وفي ناس راعتها وبمنتهى الادب والاخلاق وهتتجوز، دي يبقى مين وليها؟ هنا الزوجة من حقها، أو البنت بنوتة الحلوة دي من حقها إن هي تختار حد كبير في العيلة أو كبير في المنطقة أو كبير في المركز أو في المدينة أو في القرية اللي هي فيها،
خلاص حد كده شخص يعني ثقة. ثقة، وهي تحس معاه ان ده انسان يبقى مسؤول في تعاملاته، تعينه ولي ليها، يعني ويتم ده عقد قانونا يتم عقد الزواج باختيارها لآخر ولي. خلاص يبقى هنا الركن من أركان الزواج اكتمل اكتملت مع الحمد لله. الإجابة والقبول والإشهار وشاهدي عدل، إن هما يتوسم فيهم العدالة، شاهدي عدالة يعني عندهم كده فكرة، عندهم توازن، وهكذا. ده بالنسبة لأركان الزواج. يبقى قلنا متى توفرت يبقى العقد الزواج عقد صحيح. تمام. نيجي نتكلم عن الوثيقة نفسها، في خانة فاضية كده ممكن أي حد من الزوجين يحط أي شرط في هذه الخانة، دي اللي بيتحط فيها شرط ان الزوجة عصمتها في ايديها. إن هي من حقها تطليق نفسها، تمام. أو شرط إن الزوج لا يتزوج بزوجة أخرى، ده شرط ممكن يتحط في ممكن يتحط في وثيقة الزواج، ممكن إن هي تحط إن هي تكمل تعليمها. طب سوري، يعني بيتم تطبيقه ازاي بقى الشرط ده؟ يعني لو طيب، الزوج تزوج هي من حقها تفسخ العقد؟ هي من حقها إن هي ترفع دعوى تطليق للضرر دون أن تثبت الضرر، يعني مش لازم تثبت بقى وشهود مش وكده، هو لازم تثبت الضرر اللي هو العادي في دعاوي التطليق للضرر، ما هو القاضي لازم يستشعر كده إن في ضرر واقع على الزوجة، ولذلك هو يقوم بتطليقها. بتطلقها. خلاص، بدل المأذون. فهي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن في أسباب للتطليق للضرر، الموضوع مش مطلق، لازم تثبت الضرر. طب ايه هو الضرر اللي ممكن تثبته؟ ان الزوج ده لا ينفق عليها، سوء العشرة، سوء المعاملة، العنف. العنف، الضرب، ان الزوج ده تغيب عن المنزل مدة اكتر من سنة ودون عذر مقبول، ان الزوج دوت عليه حكم حبس مثلا جنائي وبينفذ مدة 3 سنين فاكثر، ان من الزوج ده حقها هنا من تطلب حقها الطلاق. تطلب تطليق للضرر، ان الزوج دوت مريض، مرض يستحيل معه إقامة العلاقة الزوجية أو إن إعطاء الزوجة حقوقها الشرعية، أو إن الزوج ده تزوج بزوجة أخرى، تمام، ولا يوجد عدل في المبيت أو في الإنفاق على البيت وعليها، يبقى هنا في عدم عدل. هنا القاضي لازم يستند لشهود أو أوراق تثبت دعواها، يعني ما تدعيه من أقوال، لازم بيبقى فيه أوراق، أدلة. مثلا انسان مريض في ما يثبت انه مريض، في حكم جنائي ان هو راجل بينفذ، في صوره مسافر رسميه من عدم الحكم، في غيبه، في محضر شرطه مثلا لو في ضرب او هكذا، في اصابات، في تقرير طبي، كل دي اوراق بتثبت وبتقوي دعوى التطليق للضرر اذا ثبت الضرر. طيب انا عايزه ما اخشش في المنطقه دي كلها، يبقى هنا الزوجه ممكن تحط شرط بند في العقد ان لو الزوج ده زوج بزوجه اخرى انا من حقي ان انا ارفع دعوى دون ان انا اثبت الضرر اللي وقع عليا، يعني انا اتفقت مع زوجي ان هو ما يتجوزش عليا، خلاص وهو قبل الشرط ده، فما ينفعش يجي يخلي بالشرط وانا استمر في الزيجه اذا انا مش هقدر اتقبلها على نفسي، او مقدرتي النفسيه والاجتماعيه وشعوري ما اقدرش اقبل بوجود اخرى مثلا. فهنا من حق الزوجه ان هي تطلب الطلاق للضرر، تطليق للضرر عن طريق القاضي، وده بيبقى حكم اول درجه، وهنا ممكن الزوج يستأنف الحكم لان ده بيبقى حق للزوج الدفاع عن نفسه، فممكن يدافع عن نفسه في محكمه اول درجه حين تداول الجلسات، ممكن هو يدافع عن نفسه في محكمه الاستئناف لو هنا يقول مثلا انا بنفق على البيت فيما يفيد، في حوالات، في انذارات، فيما يفيد ان الست دي انا بصرف عليها ما هو مثلا، ممكن يقول انا معايا ربنا مشرع لي ده. ممكن يقول، ولكن انا بتكلم على كبند صريح في عقد الزواج. يعني هي ممكن في عقد الزواج نفسه تشترط عليه شرط ممكن، ربنا محله له عادي، ما هو ربنا ربنا محلله، هي احل ليه مش ان هو هتمنعه، يتجوز. هي مش هتمنعه من الزواج، لكن انا ممكن احط شرط ان انا ممكن اطلق، يعني ارفع دعوى تطليق للضرر اذا هذا الزوج تزوج بزوجة اخرى، خلاص، لكن انا مش همنع الزواج، فهمت. يعني هو خلاص اتجوز على اساس ان ده شرع، واحنا ما بنتكلمش في الناحيه الشرعيه، احنا بنتكلم في الناحيه القانونيه. يعني بقى عشان انا نفسي توضح لي اكتر، ان هي مش بتمنعه من الزواج، لا مش بتمنعه، هي بتدي لنفسها الفرصه ان هي تتطلق منه لو هو اتجوز عليها. بالظبط كده، ايوه تمام ترفع كده دعوى تمام. طلاق لو هو اتجوز عليها، ده لو في بند طبعا صريح في عقد الزواج، وفي امور اخرى لكن ما ينفعش في عقد الزواج حاجه ما مخالفه ينفعش، للشرع. لا ما ينفعش، ما ينفعش احط بند مخالف للشرع او بند يخالف النظام العام او الاداب العامه، يعني تمام، مثلا كلام ما سليم. ينفعش واحده تكتب عقد تنازل عن ابنائها،
هذا العقد ده لا يجوز. في ايه؟ وقت الزواج نفسه، وقت عقد لا، الكراهه بعد يعني مثلا الزوجه تيجي هنا، اسمع كتير ناس بتسالني وتبعت لي على صفحتي يعني وكده، تكتب لي ايه بقى؟ خلاني اتنازل عن ابنائي، او مضاني تحت الاكراه ان انا دي بتنازل احنا عن بنسمعها ابنائي. كتير جدا. الورقه دي عايزه اقول للناس يا جماعه، دي ورقه باطله. مفيش حاجه اسمها ان واحده تحت اكراه او تحت تهديد تتنازل تتنازل عن ابنائها. الورقه دي ورقه باطله، حتى لو انت مضيتي عليها دي ورقه باطله، لان حق الحضانه ده مكفول للزوجه، مكفول للام لحد سن 15 سنه للولد وللبنت. يبقى مش من حق حد ان هو يمضيها على تنازل عن ابنائها، لان هنا القانون والدستور بيحمي الولد الصغير، بيحمي الصغير. فهنا القاضي بيبص للمصلحه الصغرى، المصلحه لا الفضلى للصغير، مش الراجل او الست. بنتكلم في ان ما هو ده دور القاضي. ده دور القاضي، وده ودور قانون اصلا الاحوال الشخصيه. اساسه ايه؟ هو اساسه حمايه الاطفال ومسائل الزواج ودعاوي الخلع ودعاوي التطليق، يبقى ليها نصوص قانونيه الناس كلها تستند ليها، بحيث ان الامر ميبقاش فيه فوضى. وهو القانون ده اصلا بيتحط ليه؟ القانون ده بينظم حياه الافراد في المجتمع، لان لما من امن العقاب بيقولوا اساء الادب. فلازم كل واحد يبقى عارف ايه الحقوق وايه الواجبات وايه العقود عموما المدنيه بيتكتب فيها ايه، عقد زواج ممكن يتكتب فيه ايه. فهنا القانون بينظم حياة الأفراد في المجتمع. وأنا هنا مش عايزة أقول إن إحنا نخش كده نتكلم عن الطلاق مرة واحدة، إحنا عايزين نشجع الناس على الزواج أصلاً، يعني إحنا عايزين الناس يبقى فيه تيسير لا على احنا مش بنخوف الناس، احنا بس يعني بنعرف الناس ان في حاجات اسمها ان العصمة تبقى في ايد الزوجة. بالظبط. ومع حتى لو احنا مش بنقول ان دي حق الزوجة تاخده، ان احنا بننشر ده او ان يلا يعني نعرف الناس يلا خدوا حقوقكم ان انتوا العصمة، انا اصلا ما برجحش ده. يعني انا ما رجحش ان، بالظبط. وهسيب لك برضو وجهه النظر حضرتك تقوليها، بس انا عن نفسي انا ما رجحش ان العصمه تبقى في ايد الزوجه. هو ربنا اعلم مننا، وربنا ليه حكمه في ان هو يحط الطلاق من البدايه، وكان اسمه طلاق، في ايد الا رجل بيستمد الحكم على الطلاق او انهاء الحياه الزوجيه دي بيستمدها من عقله، من القوامه. فالموضوع انا شايفه ان هو يعني اميز ان هو يكون في ايد الرجل مش في ايد لان المراه. الراجل يعني هو اللي دايما يتريث ويفكر، المراه ولما يبقى عاطفيه. في مشكله يخرج بره البيت، ما يبقاش يصطدم مع الزوجه. انما الزوجه عاطفيه، ممكن تنفعل، ممكن في لحظه تنهي الحياه. وبعدين كمان انه لو الطلاق في ايد الرجل والست عصمتها في ايديها، فاحنا كده بنسهل قوي عمليه الانفصال، ان اي واحد مش عاجبه العيشه ممكن ينفصل. خلاص ينفصل وبمنتهى السهوله. واحنا من هنا، من البرنامج الجميل ومن منطلق هذا البرنامج، عايزين نقول ان الحياة الأسرية والزواج ده عقد مقدس، يعني حاجة كبيرة قوي، لازم اصلا تتبني على المودة والرحمة، لازم يبقى الاتفاق، فيه التفاهم. تفاهم بين الزوجين. في مشكلة ما نتكلم يا جماعة، ما نقعد نتكلم ونحاول نحلها. ليه الزوج دايما يسمع للدنيا كلها وما يروحش يسمع زوجته؟ يعني ما يروح يسمعها ويشوف مشاكلها ايه، وهي كمان تتكلم وتحاول تغير من نفسها، وتغير من ستايل الحياة نفسه، وتغير من شكلها، وتعمل الحاجات اللي هي ترضي الزوج، حاجات لا تخالف الشرع. يعني هو أصلا ربنا يعني ايه خلى ده بيتك وده مملكتك وده زوجك، المفروض ان انت تسعديه وهو كمان يسعدك. فدايما تغير من نفسها، تغير من شكلها، تعمل حاجات جديدة في البيت، ديكورات البيت تسمعه، ما يبقاش فيه شد وجذب طول الوقت، ما هو ده اللي بيدمر الحياة. وانا عايزه اقول ان ممكن العند ده اهم شيء ان احنا نبعد عنه في الحياه الزوجيه، لان العند هو اللي بيخسر الناس حياتها واولادها وثقتها في نفسها وثقتها في الاخرين. يبقى احنا الحياه بتاعتنا ما تتبنيش على العند يا جماعه، ونحافظ على البيوت. طب شايفه انه من اهم الحاجات اللي بتهدد العلاقه الزوجيه ان الست بقت حاسه نفسها ان هي ند بند كده قصاد الراجل؟ هو ممكن نقول ان تثبت نفسها الاستقلال اكتر. شويه، الاستقلال المادي شويه، او ان الست قادره على العمل، تقدر ان هي ما هو يكون لها دخل. ما هو الاستقلال المادي مش شرط ان هي تكون تشتغل، ممكن تكون هي في الاصل واحده غنيه. ممكن فالاستقلال المادي دي مش مشكله، يعني مش عشان مش لازم تشتغل عشان تستقل بالظبط، مش بفلوسها. شرط. فهي لو في الاصل ان هي مثلا معاها فلوس وتقدر تستقل. يعني احنا في المجتمع شايفين دلوقتي الرجاله كمان حاسين ان الست
شوكتها قويت شوية عليهم. هو هنا اصل صدرت قوانين كتير لصالح المرأة، اصبح ان الست عايزة تعيش عشان هي عايزة تعيش مع الراجل ده اللي بيفهمها وبيتفاهم معاها وبيعملها بالحسنى. لو هو مش هيعملها بالحسنى او هيبقى فيه إهانة وضرب او حياة غير آدمية، هنا القانون بيحمي المرأة في ان هي تطلب الطلاق، في ان هي تنفصل، في ان هي مفيش حاجة ترغمها زي زمان اللي هو كان يقول لها مثلا انا هسيبك كده متعلقة، لا منك متجوزة ولا متطلقة، كان زمان كان زمان يعني انا هسيبك كده. فالدنيا زمان عشان ترفع دعوى دي لا، كانت تقعد لها 10 سنين مثلا، القانون حمل المرأة كتير في المواضيع ممكن دي. كان تقعد لها 10 سنين عشان دعوى، انما دلوقتي الوضع اختلف، ممكن سنة والامر ينتهي. ولكن صدقيني الست ما بتسعاش انها تخرب بيتها ابدا، يعني تأكدي تماما ان اي امرأة بتبقى عايزة تبني البيت وعايزة ان هي الامرأة السوية، الست سوية، لان انا ما اجيبش العبء كله على الرجل واقول الرجل هو الوحش وست حلوة، لا، في ست سوية وفي ست غير سوية، في راجل سوي وفي راجل غير سوي. فهنا برضو انا اقول الشخصية السوية بشكل عام لازم ان هي بتبقى عايزة تحافظ على بيتها، فصدقيني بتسلك كل الطرق قبل موضوع الطلاق ده، يعني طيب، بيبقى ده النهاية. يعني بما ان حضرتك بقى محامية في محاكم الأسرة، ايه اغرب المشاكل الأسرية اللي جاتلك وكان بسببها تم الخلع او الطلاق؟ انا اغرب المشاكل هي السوشيال ميديا بالنسبه لي، ان واحد عمل لها تأثير السوشيال ميديا ولا؟ تاثير السوشيال ميديا على الحياه، يعني عمل لها بلوك على الفيسبوك عشان هو بيعلق للبنات وهي بتراقبه، ان واحده تنزل برنامج على الواتس عندها في اي رساله تجيله فتجيلها مراقبة. مراقبه، فاصبح حتى اسباب الانفصال بقت طب متطوره. ما هي بتراقبه واكتشف انه بيعمل حاجة غلط، يعني اكتشف وانا ما بيعملش حاجة الخيانه غلط مش هت يعني بالظبط، اكتشفت الخيانات ولكن بطرق متجددة، ف سهلت على الناس الاكتشاف سهلت فيؤدي للطلاق. للأسف يعني. وعندنا ان كل واحد منعزل مع نفسه، يعني هما زوجين، مفيش مشاركة. في زوجين وفي بيت وفي عقد وفي اولاد وكل واحد عايش مع نفسه، وده اللي انا بقيت للأسف. بشوفه في المجتمع، يعني ولا في حديث ولا في قرص زوجي كده، كل واحد عايش في عالمه اللي هو السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر والواتساب وكل والتيك توك مؤخرا كمان، مفيش بقى، الأب ما رجع من الشغل، هنجمع السفرة مفيش، نتعشى، يوم الأجازة في خروج، كان دلوقتي كل واحد بيخرج كل مع واحد مع نفسه، صحابه كل واحد قاعد في أوضة لوحده، كل واحد منعزل في عالمه، فما حدش بيفهم حد، ما فيش تواصل أصلا من الناس اللي في بيت واحد. حتى على المستوى المجتمعي يا جماعة بلاش موضوع المواعيد على الفيسبوك والعزاء على الفيسبوك، ما بقاش في زيارات، ما بقتش الناس تزور بعضها زي زمان حتى على المستوى العائلي. يا جماعة روحوا ودوا بعض ويبقى في صلة رحم، ويبقى في الناس زي الأول في الفرح تلاقي الناس موجودة والحزن تلاقي الناس موجودة. دلوقتي الناس بقت بتكتفي على الفيسبوك بالبقاء لله توفى كذا، أو حقيقي. ألف مبروك الخطوبة، ألف مبروك النجاح. يا جماعة الدنيا فين، فين ليه العزلة اللي بقينا فيها؟ طب ما نرجع تاني ونلم الشمل ونرجع تاني، يبقى في زيارات ويبقى في ود، ويبقى على هي فكرة السلاح ذو يعني حدين، لان هي على قد ما بتقرب، مثلا لو حد مسافر بتديكي فرصه انك تشوفيه او كده، بس يعني هي بتقرب البعيد وبتبعد القريب. يعني انا وبتبعد للأسف. يعني ممكن اخوكي معاكي في نفس البيت او اه مامتك او انت ما بتشوفهمش فعلا، في حين ان لو حد بعيد مثلا من 10 20 سنه كنا جوابات ونسجل في الكاسيت والحاجات، دلوقتي ايوه صح بالزرار صح نشوفه. صح فهي فيديو. سلاح ذو حدين. ده الناس بقت تكتفي بالعزاء على الفيسبوك، يا حقيقي. جماعة هو احنا وصلنا للدرجة دي؟ والافراح ايفنت على والافراح الفيسبوك نعزم ايفنت فيه صحابنا، ما وهكذا فيش بقى الدعاوي فين زي زمان؟ فين الفرحة؟ فين التجمع؟ ليه واحد كل واحد عايش لوحده ليه يا جماعة؟ على فكرة احساس الانسان بالوحدة زاد، حقيقي. ماتت، يعني في ناس بتموت دلوقتي، في ومشاهير بتموت بسبب الوحدة، صح يعني دول اكتر ناس عندهم علاقات ومع ذلك بيموتوا بسبب سبب الوحدة. الوحدة، الوحدة اصله شعور قاتل، يعني كون ان الانسان عايش مع نفسه، طب انا هتكلم مع مين؟ مين هيحس بيا؟ مين هيفهمني؟ مين هيشاركني فرحي وحزني وحياتي؟ واللي التواجد تواجد حتى وجداني اللي أهم بيتجوز، من السوشيال ميديا طب انا حقيقي. اتجوزت وعملت اسره وبيت وحياه عشان ابقى لوحدي في الاخر، ولا علشان ابقى معايا ناس تشاركني أسرة. فرحي وحزني وتبقى معايا في حياتي؟ فكل ده احنا بنتكلم فيه علشان يبقى فيه حياه مستقره، حياه فيها بهجه فيها سعاده، وهو ده الغرض اصلا من الجواز. يا جماعه الجواز الغرض منه ايه؟ الغرض الاستقرار،
ان يبقى في تفاهم، الغرض العفة، ان الانسان ما يغلطش وما يعملش حاجة حرام فبيلجأ للحلال لا، ومع ذلك زي ما انت قلتي ان اكتر المشاكل بتبقى بسبب الخيانة. بسبب الخيانة. طب يعني يا جماعة ليه احنا ما نحسش كده، بيبقى في احترام ده بقى لبعض. سببه ايه؟ يعني ده سببه بداية من التربية، ولا من مثلا الاعلام الغير هادف، ولا ده بيبقى سببه ايه؟ الخلل اللي في شوفي المجتمع ده. شوفي، انا هقول لك على حاجة. اول حاجة الدين، دينيا ما هو الانسان لو هو قريب من ربنا وعارف كتاب ربنا القرآن الكريم الجميل والكلام الحلو، كلام ربنا اللي بينظم حياتنا وعلاقاتنا، اللي ما سابش ثغرة في الحياة الا وذكرها الحمد خلاص. لله. فاحنا، وعلى فكرة جميع الاديان اتكلموا عن المودة حقيقي والرحمة حقيقي. والتفاهم، جميع الاديان والمحبة. فاحنا البعد عن الدين ده اقوى سبب. لو احنا ملتزمين بكلام ربنا وشايفين ان مصلحتنا اصلا في القرآن، وده مصلحتنا في الأمم التعامل البداية، الأمم البداية تربي الام أولادها، والاب الأم الاثنين والأب أكيد أكيد مهم قوي. وجود مشاركة قدوة، وجود قدوة، يعني لما يبقى في قدوة، في اب متشاف حقيقي بيتعامل كويس مع الام، حقيقي. الاب ده بيصلي، الاب ده دايركت الولاد بيتعامل هيطلعوا كويس، كده الابن هيطلع بيحترم زوجته لان ابوه بيحترم امه من غير ما حد يقول له من بالكلام غير كده، هو الاجبار، أبو القدوة. هو شاف كده، هو متربي في البيئة دي. فهنا كل ده بيترتب عليه نجاح العلاقات ووجود قدوة في المجتمع. ما يبقاش حد مثلا طلع عمل فيديو، غنى أغنية شعبية ويبقى خلاص بقى مالتي مليونير، حد تاني عمال يجتهد ما هو زي ما في قدوة حسنة في قدوة سيئة. مش هي دي القدوة يا جماعة. القدوة ان الانسان يكافح في حياته، ان الانسان يبقى مميز، عنده خبرة في الحياة، عنده خبرة في مهنته. الخلل جاي من هنا، جاي من ان الصغير ده شايف حد عمل فيديو بقى معاه ملايين بقى هو ده اللي من قدوته، مفيش. بدل سلوكيات بابا في البيت بقى ما هو ده المطرب. القدوة. القدوة ايه؟ بالمرسيدس اللي راكبها، حقيقي بالعمله، ليه؟ عشان عمل اغنية. حقيقي طب صح، وفي ناس تانية ما هو بيحصل. بتكافح، في ناس تانية مستنية فرصة، في ناس تانية لازم نبص لها كمجتمع، في لازم يبقى في توفير فرص عمل للشباب، للناس المقبلة على الزواج، يبقى في شقق مثلا، يبقى في تيسير للحلال علشان تيسير للحلال، الناس ما سلام تتجهش للحرام. للحرام والخيانات، وان الانسان غصب عنه يروح يرتكب كبائر. طب ليه؟ ليه انا ما يسرش الدنيا واسهل كحكومه، انا بتكلم كحكومه ودولتنا، واحنا عندنا هنا بقى في تطور، والسيد الرئيس دلوقتي بقى بينظم المناطق العشوائيه، بقى يبني مدن جديده للشباب، وبقى يبني للاسر، في قضاء ايوه على العشوائيات وهكذا. فاحنا خلينا في التطور ده يا جماعة، نستمر في نستمر التطور، في التطور. والكلام في الموضوع ده مش هيخلص. وانا وقت الحلقة خلص بسرعة، والله انا فعلا ما حسيتش كلام شيق وجميل ومفيد. نورتينا ميرسي استاذ ولاء عدلي، ميرسي نورتينا وافدتينا. ميرسي شكرا لحضرتكم، ليكم ميرسي. مشاهدينا، لحين يتجدد اللقاء اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.